إذن قول عتبان ابن مالك رحمه الله ورضي عنه قوله للنبي صلى الله عليه وسلم تعالى، يعني وإن كان هذا اللفظ ثقيلا على الأذن أو ثقيلا على السمع عندما يكون المخاطب به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نلتمس العذر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وطيء الأكناف وكان لين الجانب أو لين العريكة، وكان يقبل مثل هذا التعبير ويقبل مثل هذا اللفظ، بل ويلتمس لقائله العذر، فلا يسعنا إلا ما وسعه صلى الله عليه وسلم من القبول أو العفو. فقال تعالى هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في بيته أو أن يزوره في بيته، فخط لي مسجدا، أي وجاء في رواية الإمام البخاري وغيره، يعني أنا أريد أن تصلي من بيتي في مكان لكي أتخذه مصلى، يعني أنا عايز تصلي في مكان معين في أي مكان في البيت حتى أتخذه مصلى. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ضحا كما جاء في بعض الروايات، ومعه بعض أصحابه، ثم لما دخل واستأذن قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ وهذا شوف النبي ما فرضش عليه مكان معين، بل قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ شوف كده المكان اللي أنت بترتاح له، المكان المهيأ، المكان الذي يليق بأداء الصلاة، إيه المكان الكويس حتى أصلي لك فيه حتى تتخذه مصلى. فقال تعالى فخط لي مسجدا، والمسجد هنا بدلالة اللغة معناه المكان الذي يصلى فيه، بخلاف المسجد بدلالة الاصطلاح وهو الجامع، المسجد الجامع. فعندنا نقول مثلا المسجد الجامع أو المسجد يطلق على المسجد الجامع الذي يجتمع فيه المسلمون من أجل أداء الجماعات والجمعات، لكن كلمة المسجد هنا أخذت الدلالة اللغوية، يعني الرجل مش هيبني مسجد، لا هو عاوز يخصص مكان يصلي فيه، يتخذ مسجد بمعنى ايه؟ يتخذ مكان للصلاة. فخط لي مسجدا، وخط بمعنى حدد لي، الخط هو التحديد. خط لي مسجدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه، قومه أي جماعة من أصحابه رضوان الله عليهم، ونعت رجل منهم، أي في المجلس ده نعت رجل منهم اللي هو مالك بن الدخشم. فلما نعت، نعت أي وصف بالنفاق، وصف بالنفاق، يقال له مالك بن الدخشم. ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة، أي ذكر الحديث بنحوه، أي على ما مضى ذكره في الباب. ولا أجدني في حاجة إلى التأكيد على ما اشتمل عليه الحديث من تلك المقاصد أو من تلك الفوائد إلا الإضافة، أو إلا أنني أحب أن أضيف بأن للمرء أن يصلي في بيته إذا تعذر عليه الذهاب إلى المسجد وكان العذر قهريا. نعم، لقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم ورخص لعتبان بن مالك، لكن لم يرخص لغيره. عندما سأله أحد الناس أنه لا يستطيع الوصول إلى المسجد وأنه لا بد من أن يقوده إنسان، فقال أتسمع النداء؟ بعد أن رخص له نداه أو دعاه وقال هل تسمع النداء؟ فقال نعم. قال إذن أجب. فلعل الرخصة لم تبلغ هذا الرجل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الرخصة في جانب هذا وقد رآها في جانب عتبان بن مالك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهذا الرجل على خلاف ما رخص لعتبان بن مالك، باعتبار أن عتبان بن مالك دعا النبي إلى بيته وطلب منه أن يحد أو أن يخط له مسجدا، فأصبح المكان له حكم المسجد العام لصلاة النبي فيه. هذا ما أرى أو هذا ما حضرني الآن، لعل عشان نفرق بين مكان صلى فيه النبي ومكان ما صلاش فيه النبي. المكان اللي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام حكمه الرفع،
حكمه الرفع. فلذلك هو عتبان بن مالك ما قالش للنبي يعني ائذن لي أن أصلي في بيتي، بل قال تعالى فخط لي مسجدا، يعني أنا أتشرف بزيارتك بحضورك، وأرجو أن يكون السبب في هذا الحضور أو في هذا التشريف هو أن تصلي في مكاني في بيتي في مكان أتخذه مصلى. إذن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان أكسبته هذه القيمة وأكسبته هذه البركة. فإذا صلى، إذا ما صلى عتبان بن مالك في هذا المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما أدرك الصلاة في جماعة في المسجد الجامع. هذا ما أردت أن أشير إليه، أو هذه هي الإضافة التي أحببت أن أضيفها من خلال قراءتي لهذه الرواية، وإن جاءت أو وإن وردت هنا مختصرة. لكن هناك أصحاب أعذار في واقعنا، أصحاب أعذار، وهناك مسألة أخرى، هل يجوز للإنسان أن يصلي في بيته إذا عمت الفتنة؟ هذا ما ذهب إليه مالك صاحب المذهب المعروف. وبعد الفاصل نواصل.